كل اسبوع كل يوم سبت انا بدي لكم انه رفقه بحاله كويسه بس هيك شوي يمكن توترت وتحمست زياده معنا على الهواء ونشوفها بلقاءات تانية. سلم هالصوت يا رفقه على هالاداء الرائع والراقي، وطبعا اللي شفناه منك بجنن واللي سمعناه من صوتك رائع جوا، وبرافو على هالعزم القوي يلي عندك يا رفقه. نحن وياكم وصلنا من جوا وبرا مع الدكتور جوال حكيم. هالأسبوع رح نحكي عن علامات الشيخوخة على البشرة. ما بعرف ليه اخترت هذا الموضوع ليه اخترت هذا الموضوع لحظة اخترته قصدك عم نكبر يعني؟ لا ما حدا عم يكبر، نحن هون حتى ما حدا يكبر، لأنه عادة تقولي لي أنا مستوحي منك المواضيع. جمعة الماضي حكيتي عن الجرب وبيضحك كل النهار نقيهم سوا. جوال طبعا موضوع مهم، وبالفعل يعني كتار ما بيحبوا تظهر علامات الشيخوخة عليهم وأنه يعتنوا بالبشرة بشكل صحيح. إذا يعني علامات الشيخوخة هل يقصد فيها فقط التجاعيد؟ ابدا. هلا هن التجاعيد هن اول علامات الشيخوخه اللي بتبين، هن اوقات حلوين لانه هودي الاكسبريسيون تبعنا يعني. مزبوط. نعم، هي بس لنقول انه بترجع كل واحد هو شو بفضل، يعني ما انه غلط ابدا انه حدا ما يعمل شيء ويبين عليه شيخوخه طبيعي. نعم. وفي عالم هي بتحب كمان تضل انه تاخر الشيخوخه قد ما بدها. التجاعيد هن اول يعني اول علامات الشيخوخه اللي بيبينوا على البشره. نعم. ببلشوا تقريبا بين ال 25 و 30 سنه يبلشوا اول التجاعيد الخفيفه. بهالعمر يعني بالعمر الصغيره بيكونوا تجاعيد على الحركه، بيقولوا له دايناميك رينكلز، يعني بيبينوا وقت نحرك. نعم. بس وقت يرجع يكون الواحد ما عم بيحرك عضلات وجهه ما بيبينوا. مع تقدم العمر بيصيروا حتى هو والشخص ما عم بيتحرك وجهه بيصيروا مبينين التجاعيد. نعم. بيبينوا التجاعيد أكثر من ال 25 ل 30 ببلشوا يبينوا. يعني فينا نسميهم انه علامات الشيخوخه بهالعمر هيدا؟ ايه يعني هن التجاعيد يعني شو خلينا للثلاثينات يعني التجاعيد الخفيفه معقول يبلشوا يبينوا من هالعمر وبصيروا يزيدوا مع الوقت. اكثر اماكن بتظهر فيها التجاعيد وين؟ هو حسب كل شخص كيف بيستعمل تعابير وجهه، يعني في عالم كتير بتضحك ببين حد العيون، في عالم كتير بتحكي بحواجبها اوقات ببين على صنزحتهم اول شيء. نعم. يعني حسب العضل اللي بنحركه اكثر شيء بالوجه ببين اول شيء. هل في عوامل نفسيه ممكن توصل اكثر يعني للتجاعيد ولا لا؟ هي قصه حسب نوعيه الجلده حسب نوعيه الجلده اكثر، بس انه اذا حدا بضل جائر كل الوقت بضل ببينه التجاعيد هون اكثر. نعم. هي بالنهايه حسب كيف بيتحرك الوجه. عم تقولي كمان علامات الشيخوخه بتظهر وقت نفقد من الحجم؟ مزبوط. شو قصدك الوزن يعني؟ لا، حتى لو وزن الشخص ثابت. نعم. في تغيير بتوزيع الدهن بالوجه وبالجسم حتى مع العمر، فخصوصا بالوجه ببلش مثلا بحسوا الخدود بلشوا يفقدوا حجمهم. نعم. بصير بخف الدهن فيهم، بصير ينزل الوجه نزول، يعني بحسوا هون صار شيء دهن اكثر كانه بيقشط، ففي منهم بحسوا كمان هون الجلد ترهلت وصارت قشطه. هيدا كمان من علامات الشيخوخه اللي بتزيد، يعني بتحس كله هيك عم بيقشط نزول، هيدا مع العمر معقول تزيد. اي افضل بشره، نوعيه بشره ضد التجاعيد او بتاخر التجاعيد؟ بشره المدهنه الجافه او الوسط؟ هلا هي البشره المدهنه بتاخر التجاعيد اكثر، البشره البيضاء في دراسات بتقول انه بتجعد قبل البشره السمراء اذا تعرضت للشمس خاصه. نعم. من كمان قلنا غير فقدان الحجم في فقدان الليونه بالبشره، يعني مثلا عند شخص صغير اذا مسكنا الجلد خصوصا بالجسم هيدا بتبين، اذا عملناها هيك بترجع لحجمه. نعم. عند الاكبر بنحس رجعت دغري. اذا عملناها عند شخص اكبر اوقات اذا بتضل وقت مثل ما قرسناها لو ترجعت بعدك. انا ما بنقرص على الصحه. فبتصير الليونه تبع الجلده. نعم. بتصير اقل، بتصير الجلده ناشفه اكثر. نعم. واخر العوامل هو اكثر شيء من الشمس ببين البقع، يعني البقع البني، البقع البيضه، هودا كمان من علامات التصبغات. يعني التصبغات هل هي من علامات الشيخوخه؟ التصبغات هي من علامات الشيخوخه، من علامات الشيخوخه اللي بتسببها الشمس اكثر شيء. باي اعمار ممكن تظهر؟
بتبلش حسب كل شخص قدام عرض للشمس، يعني فيها تبلش من الثلاثينات وتبلش تزيد. طب ليش في اشخاص بتعرضوا للشمس كثير ما بيصير معهم تجاعيد ولا تصبغات، واشخاص بيكون بيصير معهم دغري مجرد ما يتعرضوا؟ هلا بترجع لاسباب كمان الشيخوخه، يعني في اول سبب هو العامل الوراثي، يعني في انواع جلده هن بيكونوا وراثيا ما كثير بيتاثروا باشعه الشمس، الشيخوخه عندهم بطيئه. فهذا بترجع اول شيء للوراثه. اوكي. العوامل الاخرى المعقوله تسبب هي كمان في العوامل الداخليه هي كمان الهرمونات. يعني بنلاحظ عند النساء من بعد المينوبوز وقت يوطى هرمون الاستروجين بصير الشيخوخه اسرع، لانه كمان هو بيساعد بليونه الجلده وبالاستروجين. مزبوط. وعند الرجال؟ عند الرجال المحميين من هذا الموضوع الشيخوخة عندهم أبطأ شوي، حسب كمان ترجع العامل الجيني. الدوبامين هو هرمون السعادة، يعني خلينا نضحك، يعني بيزيد الشيخوخة والتجاعيد؟ لا، يضحكوا العالم ما يعتبروا بالتجاعيد. ايوه. التدخين وتأثيره على علامات الشيخوخة. مزبوط. في العوامل الخارجية غير العوامل الداخلية، العوامل الخارجية بتأثر على الشيخوخة. عندنا التدخين والتلوث بأثروا أول شيء على لون البشرة، بيبقى اللي بيدخن على الدخان لون البشرة هيك على أصفر أكتر. بأثروا كمان بسرعوا الشيخوخة، لأنه كل شيء بيقولوا له أكسيداتيف ستريس، يعني ضغط التأكسد بالجلدة. وتع الدخان على التلوث على الأكل المنه صحي بيزيد بيؤدي لشيخوخة البشرة أكتر. يعني بس تحكي على الأكل الغير صحي، يعني كمان الحمية الغذائية الخاطئة، يعني مزبوط. مثل شو؟ يعني كل شيء فيه سكر عالي، كل شيء فيه مواد مصنعة أكثر، كمان هذا بيأثر على الشيخ. طيب شو يعني بأي عمر الواحد يبلش يهتم بكريمات وما كريمات والقصص وإدراتان هالقصص حتى يخلي يحافظ على بشرة نائية؟ هلا يعني من كل عمر له اهتمام شيء. بالعادة بيجوا من العشرينات بدهم يبلشوا يهتموا بحالهم. بوقت أهم شيء بالعمر الصغير هو وقاية الشمس. لأنه الشمس هي عامل كتير مهم للشيخوخة وللتصبغات. فوقاية الشمس وقت نكون بالشمس كتير مهم، وقت نكون مقضين نهار بالشمس كل ساعتين لازم يرجع ينحط. هذا بالأعمار الصغيرة. بس نبلش نطلع، يعني عم نحكي بالثلاثينات تقريبا، اخر العشرينات ثلاثينات، في كريمات ما بلش نستعملهم، يعني رواية من الشيخوخة يا بكريمات يا بإجراءات هلا بنحكي عنها. الكريمات هن اول شيء انه مثل وقاية الشمس. في كريم الريتينول اللي هو تبين انه بأخر التجاعيد، هذا بيستعمل فيه يستعمل من العشرينات وطلوع. وكمان الفيتامين سي الصبح، ام مواد فيتامين سي فيتامين او ام هيك بأخره، يعني بيمنعوا الاكسده تفرس، يعني الاكسده بالجلد، بيساعدوا الكولاجين انه ما يتكسر، لانه مع العمر الكولاجين والفي شيء اسمه هيرونيك اسيد هن اللي بيعطوا الليونه للجلده بصيروا نخسرهم كل شوي مع العمر، ببلشوا تقريبا من عمر 25 نخسر 1% منهم كل سنه. طيب في قواعد عامه بدون استشاره الطبيب الواحد ياخذ هالجرعات الاضافيه، حبوب بالمكملات الغذائيه، ان كان كولاجين كان دهن او حبوب او ابر، ما بعرف كيف بياخذوا بهالطريقه، او فيتامينات ثانيه؟ في مثل قواعد عامه للعنايه لتاخير الشيخوخه، اول شيء انه وقاية الشمس. ثاني شيء الاكل الصحي، يعني اللي فيه خضره وفواكه، كل شيء فيتامين دي فيتامين سي اللي هن انتي اوكسيدنت. ولا اذا حدا فيه ياخذهم من الاكل احسن من فيتامين دي كمان، فيتامين دي وفيتامين سي. اوكي. اذا حدا فيه ياخذهم بالاكل احسن من ما ياخذ مكملات غذائيه فيهم فيتامينز، لانه بيكون كافي من الاكل. اوكي. هلا حبوب الكولاجين بعدهم الدراسات بعدهم هلا عم بيطلعوا، بينوا انه في لهم فايده بس بعد دراسات ما حسموا، فمعقول يساعدوا كمان بس منهم العامل الاساسي بتاخير الشيخوخه. الكولاجين اذا اندهن او اتخذ تحت الجلد بابره او حبوب، اي افضل؟ بعد ما في دراسات قارنت بيناتهم، بس كلهم بيساعدوا، الكريمات ام الحبوب ام الابر بيقولوا لهم سكين بوستر عم نحكي عنهم. وكمان اهم شيء توقيف التدخين، ونكون يعني مثل هيلثي لايف ستايل، سبور بس على الخفيف، مش السبور الكثير منشد وجهنا كمان، لانه بنستعمل كثير عضلات وجهنا بالسبور كمان بيساعد انه يزيد الشيخوخه.
دكتور يعني وقت تحكي لنا عن الاكل فينا نسمي مثلا انه اللي فيهم الافضل للبشره يعني وقت تقولي فيتامين سي يعني عم نحكي كيوي ليمون حامض كل شيء خضار فواكه يعني اجمالا الاكل اللبناني بالمنطقه هو كثير فيتامين دي وين موجود الفيتامين دي موجود كمان بالخضار بالفواكه فيتامين دي اجمالا بالمنطقه كلنا عنا ديفيشنسي ناقص فيه بس احسن كمان شو السبب هلا في دراسات بعد عم تنعمل اوقات في سبب جيني بالمنطقه انه الفيتامين دي وقت لانه المنطقه مشمسه بس ما له عليها الشمس حسب قد الواحد بيتعرض للشمس كمان ايه ما هو ما في كثير عالم بتتعرض للشمس وعايشه على البحر وعندها نقص فيتامين دي ما هل له علاقه الفيتامين دي بالحديد ما له علاقه وكمان في نقص حديد نقص حديد هو نقص شو نقص حديد طبيعي عند البنات يلي بعمر اللي بتجيهم الرجل هذا طبيعي هلا لنكمل بالشيخوخه في الاجراءات اللي فينا نعملهم في البوتوكس هو بيعالج اول شيء الريد الديناميك يعني وقت يتحرك واللي ببينه وبيخفف كمان انه يطلعوا مع الوقت سو بياخر التجاعيد في عندنا الفيلر هو علاج اكثر من انه ياخرهم في الفيلر علاج اكثر للتجاعيد من انه ياخرهم في ياخر شوي بس اكثر بنستعمله كعلاج لانه في قلت عنهم السكن بوسترز اللي بحطوهم هيورونيك اسيد الكولاجين وهذا كمان بيساعدوا ليرطبوا الجلد ياخروا التجاعيد وفي اخر شيء عندنا الليزرز ام هلا في مكانات جديده مثلا مايكرو نيدلينج مع راديو فريكونسي بيقولوا لهم يعني ابره صغيره بتفوت بتعطي حماوه تحت الجلد حراره هيدا كلهم بنشطوا الكولاجين كمان وفي عندنا كمان قصص بتشد الجلد وبتنشط الكولاجين مثل راديو فريكونسي كمان نفس الخبريه كلهم بيعطوا مثل حماوه ام حراره بالجلد بنشطوا تصنيع الكولاجين بتنصح يعني ناخذ البوتوكس على عمر مبكر لانه هيك بنأخر كثير التجاعيد لو ما كانوا كثير مبينين هلا صارت ترند البوتوكس لتأخير التجاعيد عم تنعمل اكثر واكثر لما الواحد يبلش ينزعج منهم يعني وقت يبلشوا يبينوا التجاعيد ساعتها فينا نعمل بوتوكس بالاول فينا نعمله بدوس خفيفه بأخر التجاعيد بهم يعني الأبر بيقولوا كل 4 أشهر لازم تتاخذ الابره او شيء بتفضلي انه تتاخذ قبل يعني حتى يضل الواحد حتى اخر شيء خلص بتنشل العضله لا يعني سوري هو البوتوكس كل 4 ل6 أشهر حسب قد ايه بيضاين عند كل شخص نعم ما بننصح فيه يكون كثير قريب على بعضه يعني اقل من 3 4 أشهر لانه بيصير في مثل بيتعود الجسم على البوتوكس ببطل ياخذ نعم العمليات الجراحيه للشد تنصحي فيها اللي هي علاجات ولا انت بتفضلي انه التعامل مع البوتوكس والفيلر والمستحضرات اللي ذكرتيها اذا حدا بلش وقايم عن عمر بكير يعني واقي شمس وقتها هو ينزعج وقتها لزوم البوتوكس والفيلر وهيك ساعتها بياخر العمليات الجراحيه نعم العمليات الجراحيه عند حدا عن جد يعني بيكون مع رأي الطبيب عن جد حدا كتير مترهل الجلد حتى يوصلوا له وبترجع بالنهاية كمان لكل واحد تفضيله هو. فيها إلى أي ردة فعل سلبية ممكن؟ العمليات الجراحية هلا أكيد كل عملية في لها مخاطر وبيبقى سكار بس كمان بالنهاية هذا بشوفه مع حكيم التجميل أكثر نعم دكتور ثانك يو